بشكل يجيب أظن أساسيين يجيب أول الوصول تنزل بدرجتين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي اليوم السابع، أهلا ومرحبا بكم. بنقدم لحضراتكم بث مباشر جديد من داخل قرية تفاهنا العزب التابعة للمركز ومدينة زفتة التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من مقام سيدي داود العزب أحد الأضرحة أحد أهم الأضرحة وأقدمها الموجودة داخل محافظة الغربية، يعني واللي يعني عدى على تاريخه يعني أكثر من 700 سنة. يعني نرصد لحضراتكم تاريخ المقام والضريح ويعني كل الأشياء اللي حضراتكم هتعرفوها. اتفضل. بداية كده عرفنا بحضرتك. محمود حسين عبد الناصر من تفاهة العزب زفت غربية. يعني كلمنا احنا متواجدين على المعاش. متواجدين فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي في مقام سيدي داود العزب، وسيدي داود العزب اساسه من المغرب، دولة المغرب، وجه الى ارض الحجاز، وبعد كده من ارض الحجاز مباشرة الى قرية تفاهنا العزب اقام فيها، وهو من مواليد 606 هجرية، وانتقل الى جوار ربه 668 في نفس المكان، في هذا المكان لم يغادره من يوم ما جه من ارض الحجاز. والمكان اللي احنا فيه ده دي كانت الخلوة بتاعته اللي كان بيتعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى هو والمردين بتوعه، نفس المكان ده اللي فيه الضريح. وبعد كده انبنى المسجد بعد ما انتقل الى جوار ربه، اتبنى المسجد الكبير. يعني يعني طول الفترة دي من وقت ما جه من الحجاز لحد وفاته كان في هذا المكان، في هذا المكان كان بيتعبد في هذه الخلوة، المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. تمام. كانت هي دي الخلوة بتاعته. وما كانش فيه في تفاهنا حاجة اسمها أضرحة تانية غير ضريح سيد عبد الله الأنصاري فقط، بس ده اللي كان موجود، وجود سيد داود العزب. يعني جه لقى الضريح ده موجود، سيد عبد الله الأنصاري أقدم ضريح. وبعد كده لما انتقل سيد داود في 668 طبعا زاع صيته في البلاد كلها، وله كرامات عديدة جدا، وفي كتب في كتاب قيم جدا موجود عندي في كرامات كتيرة قوي قوي قوي، راح منها مثل حارون ومثل عبسي وكرامات كتيرة مذكورة فيها. زي ايه ممكن تقول لنا حاجة؟ والله هي كتيرة معدودة يعني يعني لو مش هتقدر تحصرها لان الكتاب كبير جدا جدا يعني كتاب. بعد النهاردة لما تحكي على كرامة ولي لحد النهاردة يقول لك ده خرافات، سيبك من هم شافوا حاجة هم انما احنا طبعا احنا اللي عايشين في المكان هنا وعارفين كرامة الولي. بعد كده تم بناء المسجد. بعد كده تم بناء المسجد، وكان السقف بالخشب، السقف بتاعه كان خشب. سنة كام أيوة. تم بناء المسجد؟ كان خشب. جم في 61 62 خدوا رجل الأعمال الله يرحمه حاج عبد العزيز البجوري من قرية تفاهنا العزب، اشترى الخشب خده وباعه وصب سقف المسجد. هو اللي صب سقف المسجد 62. ايوه. المسجد مبني من 62 ميلادي. المسجد مبني من قبل كده. المسجد من 668 هجريه مبني المسجد بعد وفاه الشيخ على طول اتبنى المسجد. ايوه تمام. يعني بعد وفاته اتبنى المسجد، وتم تخصيص هذا المكان اللي احنا متواجدين فيه كضريح. الضريح ايوه اللي هي الخلوه بتاعته الاساسيه. تمام. دفن هنا في نفس المكان. تمام. وكان طبعا هو لم يتزوج، وكان اللي بيخدمه ابن اخته سيدي عمران، سيدي عمران الطريني، اسمه سيدي عمران الطريني ابن ابو بكر الطريني. والدته ستي صالحه اخت سيدي داود العزب، موجوده فين مقامها؟ ضريحها في كفر شكر، كان اسمها زمان الدليك. فاللي موجود معاه دلوقتي سيدي عمران، وهو مدفون معاه في نفس المقام. سيدي يعني عمران يعني ابن اخته. يعني في هذا المقام اللي احنا متواجدين فيه موجود فيه ضريح اثنين، مش سيدي أيوة. داود العزب، سيدي داود العزب سيدي عمران ابن اخته اللي كان بيخدمه، اللي كان عايش معاه وبيخدمه لانه لم يتزوج. تمام. ايوه. وسيدي داود العزب بينتهي نسبه هو سليمان، داود ابن سليمان ابن مرهف، داود ابن مرهف ابن سليمان، واخد بال حضرتك؟ وينتهي نسبه الى سيدي محمد ابن الحنفيه. سيدي محمد ابن الحنفيه، سيدي محمد ابن الحنفيه يبقى ابن مين؟ ابن سيدي علي ابن ابي طالب. ابن سيدي علي ابن ابي طالب. سيدي محمد ابن الحنفية ينتهي نسب سيدي داود إليه. تمام.
تمام. بعد ما بنينا بعد كده المباني كل كم سنة بقى يحصل فيه تجديد، كل كم سنة يحصل فيه تجديد. والحمد لله ربنا وفقنا في 2012، في 2007 قدمنا طلب لوزارة الآثار لضم الضريح والميزان للآثار، وانضمت الحمد لله في 2015، طلع القرار في سنة 2015. ومن 2015 حتى هذه اللحظة احنا بنجري وراء وزارة الأوقاف عشان توافق على ترميم الميزانة والضريح، لأنهم أثر ولا بد المحافظة عليه. وبصراحة يعني كلام أنا بقوله للتاريخ، النائب يحيى أحمد يحيى الجحش جري في الموضوع الترميم ده شوط كبير قوي من 2019 لشهر 3 2021، بأمان من 2019 لشهر 3 2021 النائب أحمد يحيى الجحش جري فيه في الموضوع ده، جري كتير قوي قوي قوي. انت قلت لي ان في اهتمامات جه فعلا للتطوير. وجينا في شهر بعد شهر 3 برضو تدخل النائب عامر الشربجي والنائب محمود ابو حسين وكملوا المشوار، والحمد لله في شهر اخر نهايه شهر 9 21 وزير الاوقاف وافق على المبلغ اللي وزاره الاثار هي اللي عملت المؤيسه وزاره الاثار وبعتتها لوزاره الاوقاف، مبلغ 1.25 مليون. والحمد لله وزير الاوقاف وافق في نهايه شهر 9 اللي فات، ورسيت المقاوله خلاص على المقاول، وان شاء الله يعني شهرين ثلاثه بالكثير هيبدا يشتغل ان شاء الله في ترميم. تمام باذن الله. يعني تكلمني عن يعني القبة. القبة ديت حسب ما قال الدكتور احمد الزيات رئيس اللجنه العليا للاثار الاسلاميه عليه رحمه الله، هو كاتب كده الكلام ده في التقرير بتاعه، انها من اعلى القباب على مستوى الشرق الاوسط في المباني من الناحيه البنائيه، لان ما فيهاش حديد نهائي، كلها مباني. وبعدين حضرتك المباني هنا مبنيه مش بالاسمنت، المبنى ده مبني بالطين والجير والتبن وحاجات زي كده، يعني مواد كده قديمه، ولذلك ترميمه مش هيدخل فيه شكاره اسمنت، ترميم مش هيدخل فيه شكاره اسمنت واحد. تمام. يعني انت القبة طولها قد ايه؟ لا بالظبط انا ما اعرفش طولها بالظبط قد ايه يعني صراحه، انما هي بيقول ان هي من اعلى القبب حسب تقرير الدكتور احمد الزيات رئيس اللجنه العليا للاثار. بعد مقام سيدي السيد البدوي. لا 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 دي اعلى من السيد البدوي. السيد البدوي حديد، حديد وليست مباني، حديد. السيد البدوي حديد وليس انما دي مباني. عن تاريخ المقام ويعني المعلومات اللي انتم عارفينها من وقت ما بداتوا مسؤولين عن هذا المكان. المواطن علي محمد داوود كائن من نفس الحي، اتربينا في نفس المكان ده، وكنا واحنا اطفال كنا نيجي نقرا قران على المشايخ ومشايخ مشايخنا العظام وفاتهم المنيه. طول عمر الدنيا نيجي نلاقي نفس المقام ده كده موجود، بنسمع من الناس اللي هم ابهاتنا واجدادنا ان هو سيدي داوود العزب جه كائن في هذا المكان، تربى عليه، تورع في القران وفي حفظ القران وفي العلوم الاسلاميه، بعد كده انضم المساحه بتاعه المسجد للمقام. فطبعا ما يقال برضو احنا صغيرين كنا بنسمع ان كان السيد البدوي وكان سيدي داوود العزب كانوا مع بعض هناك في عصر واحد، كان ما كان يعجبه قالب طوب كان قال يحدفه يجيبه هنا، حتى تم بناء هذا الجامع بالطريقة أو بأخرى، وبعد كده تم بناء سقف الجامع لأنه كان بالخشب الأبيض، ودخل عليه الحاج عبد العزيز الباجور الله يرحمه واشترى الخشب ده، وهو اللي كمل استكمال السقف على حسابه بعد فروق الخشب، ويعتبر ده الجامع رقم 2 بعد السيد البدوي. اما بالنسبه للمأذنه فبالسيالي ان هي من اعلى المأذن على مستوى الجمهوريه، لانها مأذنه كبيره وكان بها مرفق بها 2 مأذنه كبيره مع القبه، بس طبعا لعوامل التربه مأذنة منهم وقعت، ففضل واحدة وفضل القبة بالمقام. فطبعا اتقدمنا بشكاوى كتير صراحة، اتقدمنا برضو للنائب أحمد يحيى الجحش ربنا يكرمه، جري معانا باع كبير
وبرضو ما نقدرش ننكر برضو فضل الاستاذ رجب عامر الشرباجي والاستاذ محمود ابو حسين. بصراحه الاعضاء مجلس الشعب والشورى وقفوا في المجال ده وخدوا منه باع كبير، وبنشكرهم وفرصه ان احنا بنشكرهم يعني بصراحه. الحمد لله سيدي. حاليا تم اعتماد مبلغ مالي لتطوير مليون يورو. يعني حاج محمود بقى انا عايز اسالك عن اللوحه دي. يعني كلمني عن اللوحه دي. ايه اللوحه دي؟ بيعتبروها لوحدها اثر. اثر بتقول الاثار بيعتبروا اللوحه دي لوحدها اثر. بيعتبروها اثر لان مكتوب عليها ابيات شعر، واخد بال حضرتك، مدح في سيد داوود العزب رضي الله عنه، والمعلم اللي حفرها كاتب السنه اهي 1262 هجريه، من سنه 1262 هجريه، يعني فيها 200 سنه تقريبا او الا شويه، او حوالي 180 سنه اللوحه دي. وبعدين المقصوره نفسها كمان اثر من الاثار القديمه جدا يعني. شكرا. ممكن اللوحه دي حضرتك لو تاخدها، اللي مكتوبه الهيات اليد اللي مطبوعه كبير، دي سيره سيدي العارف بالله سيدي داوود العزب. ايوه. يعني اعزائي متابعي اليوم السابع، زي ما انتم شايفين وتابعتوا معانا، ده كان لقائنا النهارده من داخل ضريح سيدي داوود العزب بقريه تفهنا العزب تبع المركز ومدينه زفت بمحافظه الغربيه، واللي يعني توفاه الله عام 668 هجريا، يعني ولد عام 606 هجريا وتوفى عام 668 هجريا. يعني ده كان لقائنا مع حضراتكم النهارده، وان شاء الله احنا مستمرين في متابعه كل ما هو جديد لحضراتكم داخل محافظه الغربيه. كان معكم محمد طارق مراسل يوم السابع محافظه الغربيه.